مباراة الموسم بالنسبة حق المحرق، لأن اليوم إذا ما فاز ممكن يكون بعيد عن المنافسة على لقب دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم. الرفاع أكيد راح يحافظ على الصدارة بعد هاي المباراة. محرق والرفاع بصوت الجماهير. شلون شيء الرفاع آخر مبارتين متعادل؟ آخر ما عليه، آخر مبارتين متعادل ظروف. تشوف إحنا نقول الرفاع بمن حضر، لكن بعد تعرضنا حق إصابات، يعني تقريبا 4 لاعبين أو 5 لاعبين مصابين، هذه أثر في المستوى. هذه شيء، وشيء ثاني التوقفات اللي صارت حق الفريق بعد تأثر عليه، والفرق الثانية قاعدة تعدل من مستواها على أساس إن هي بعد تبي تأشر من الهبوط. بس الحين عندك خسرت الكأس، كأس جلالة الملك والأسيوية، ما بقى لك إلا الدوري. احنا كأس جلالة الملك خسرناه بمساعدة صليخ. شلون يعني؟ انتم الكل شاف اللعب وشاف التحكيم، زين اثر في المباراة شيء كبير. فهذه اقول لك خسرناها، هاي الموسم الثاني اللي نطلع من كأس جلالة الملك بمساعدة صليخ. انا اقول مساعدة صليخ، ما اقول ان الحكم مثلا سجل الحكم بني ادم والاخطاء واردة، لكن في اخطاء تشوفها مقصودة. يعني شوف انت مباراتنا مع محرق، زين اللي حسابه تسلل فاول لنا، واللاعب عند الكوره ماخذها حسابه تسلل، على شنو تسلل؟ الحكام، احنا حكامنا البحرينيين ترى افضل حكام في الخليج، انا من رايي فيهم اخطاء، لكن ما يستدعي انك تجيب حكم من برا. حتى حق ذي المباراه ما كان انه يستدعي انك تجيب حكم من برا. اعتقد ان ناريين يعني وافقوا وطلبوا ان الحكم يكون برا على البحرين. هم الناديين يمكن لهم رؤيه، كل نادي له رؤيه، واحنا بعد كجمهور لنا رؤيه، احنا عندنا ثقه بالحكام، حكامنا عندنا ثقه فيهم، لكن اخطائهم ساعات يعني تضايقنا وتخرع الفرق الثانيه. من كذي يطلبون حكام من برا، يقول لك حكم محايد، والحكم محايد انت ما بتجيب حكم مستوى اعلى من مستوى حكامنا. اذا بتجيب حكم اعلى من مستوى حكامنا احنا راضيين، لكن اذا بتجيب انزل لا سلامتك. احنا حكامنا ما شاركوا في كاس اسيا لان ما عندهم دوره فار، لو عندهم دوره الفار كان هم شاركوا في كاس اسيا. ان يضع بصمته في هذه المواجهه ايضا. الخطه الان البحث عن التنفيذ، هنا الكره العرضيه فيها راسيه، جول جول جول. نعم الهدف الاول للسود الحنينية، الرفاع براسية وزيارة شباك المحرق، وعن طريق سيد مهدي باقر المدافع اللي تقدم ووضع الكرة داخل الشباك. تقدم التحيل هم حاطي ليش حاطي خلاص، يعني اولموست على قولتهم تقريبا انه مخلص المباراة، مستسلم محرق، كان حاطي جنة ساحر بس صادق ولا صادق؟ خلاص يعني بتاكل محرق؟ ان شاء الله لاحق على الغيوم، بس انا اهم الرفاع والمحرق، اهم شيء اصلا الحق على الغيوم لان مخلص المباراه. اتوقع يعني باول مباراه اشوف حق الرفاع، اول مباراه اشوف حق المحرق، اتوقع انهم خلاص مستسلمين محرق. فالحين دقيقه قول 15 دقيقه ل 90 ما يندرى ايش يصير، بس بيننا مسلمينها يعني، بس تحافظ على الصداره ان شاء الله. ان شاء الله دام حافظت عليها من البدايه كلها من جوله. بس عاد انت الحين جولتين اللي طافوا والحد والنجمه تعادل. اي تعادل بالنسبه حق الرفاع يعتبر خساره، بس صار الف الدوري. تخيل مغلبين بثنتين، كان انا مبيايا المباراه، اشلب ولا انت بتجيب تسوي لقاءات؟ هاي واقع يعني، هاي صارت لذه حق الدوري. بس يعني قلت لك انا ضيعناهم الصراحه، المبارتين ضيعناهم، كانوا عندنا ومأجلين لنا، بس صارت كذي. ايش تسوي بعد؟ الله نعيمي زي الاصلي الرفاع، رجعنا حق الازرق. شفناك المباراه اللي طافت مع محرق ضد الاهلي، اشجع المحرق الصراحه، بس عادي انا رفاعي واهلي من محرق، بس مباراتنا ويوم الحين لازم اشجع الرفاع. يعني عندك الحين جول في الدقيقه 7، تقدم حق الرفاع، استحواذ، تقدم، ضغط، رفاع مستوى ثاني الصراحه. ما يعني الحين احنا كم ضفنا ثلث ساعه، فريق مستوى وايد افضل من المحرق، يعني بدون اي مجامله لان فريقي
بس قاعد يقدم مستوى وايد حلو. ان شاء الله تجي 2-0 هذا الصفر. انت اخر مبارتين تعادل مع النجمه والحل. تاثير الاسيويه صراحه فريق بعد الاسيويه نزل مستواه معنويا، بس بعد التوقف الدولي ورجوع المنتخب تغيير مدرب المنتخب احس اثر حتى على لاعبينا، عوده كوميل من الاصابه لا الفريق رجع الحين. هاي الرفاع هاي الفريق اللي بيجيب الدوري ان شاء الله. خلاص الدوري يعني محسوم محسوم محسوم. عباس هشام المحوزي هلا، السلام عليكم. متقدم الرفاع. اي والله هاي كله طبعا اول 10 دقائق رفاع كانوا ضاغطين وهاي استمرها وسجلوا الرفاع اول. بيرجع محرك؟ لا ما اتوقع، ما في امل صراحه. الرفاع مادي مستوى فوز ان شاء الله، 3 نقاط بتروح للرفاع بيتصدى. اخر مبارتين انت متعادل مع النجمه والحد، ما ظهرت بمستواك يعني؟ الرفاع كان يلعب في 6 بطولات زين، قاعد يلعب في يلعب في لاعب يستعمل لاعبين. كم بطوله؟ يلعب الرفاع في اكثر من بطوله يعني ما تقدر تقارن، يلعب في اكثر من بطوله زين، قاعد يبذل جهد ويسافر راح الاسيويه يمثل البحرين، فانت ما يعني تشوفه قاعد يبذل جهد واللاعبين بعدها اللاعبين هم بشر في النهايه، فيعني اكيد احتمال مستوى يقل، بس الرفاع قاعد اللاعبين يلعبون حق الشعار. انا علي المحوز اليوم الرفاع يفوز. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، دائما الرفاع كذي بداياته كلها كذي، يسجل من البدايه اذا شفته مستمر في لحظه عاد دائما كذي، اذا يسجل الرفاع من البدايه اعتبر الفوز رفاعي، معروف رفاع ترى من زمان كذي، من يسجل من البدايه اعرف ان الفوز عندنا ان شاء الله باذن الله. فاخر يعني مبارتين تعادل الرفاع مع نجمه والحد وما ظهر بالمستوى المعهود يعني من بدايه الموسم. سوء حظ سوء حظ سوء حظ مباريات سوء حظ، رفع في اخر يعني بالاخر مبارتين مستوى كان شويه سيء الأمان. ليش شنو السبب؟ شوي في عندنا اصابات عندنا شويه امور، بس الحمد لله على كل حال شوي شوي الرفاع يرجع حق مكانه الطبيعي وان شاء الله الدوري بالعنيه ان شاء الله باذن الله. 1-0 متقدم الرفاع. اي نعم تقدم. تغلبون محرق اليوم؟ ان شاء الله نغلبهم. ايش رايك في اللعب اليوم؟ وايد قوي، معنا بداياتنا بس احس بنغلبهم بعد باقوى لعب. تاخذون الدوري هالمره؟ ان شاء الله باذن الله. محرق عادي يعني عنده راي ثاني، ما عنده الا الدوري يعني ما عنده الا امل في الدوري يعني. ان شاء الله ان شاء الله هالسنه لنا ان شاء الله. كم توقعين او كم توقعاتك حق مباراه اليوم نتيجه؟ 2-0 او 2-1. 2 الرفاع 0 الرفاع. 2-1 حق محرق؟ 2-1 حق محرق؟ 2 حق الرفاع و1 حق محرق. مين بيسجل بعد عند الرفاع؟ ما ادري اللي يسجل. المباراة بالنسبة لي منتهية، المباراة بالنسبة لي منتهية، الحين متعوي يا جمهور، متعوي يا جمهور، وباذن الله بنجيب الثاني، والله ان اليوم باذن الله، المباراة مباراته، انسى المباراة وركز وياي. بصوت واحد الكل وياي، احنا العشاق. هذه الجمهور، هذه الجمهور اللي يجيب المباريات، الكل وياي. بعلك من هناك والله نفرق، الواحد فينا عن 10، الواحد فينا عن 10. الكل يا اخواني رد، ما في احد ما يرد، الكل الكل الكل، احنا العشاق. احنا العشاق يا عيالنا، احنا العشاق. بقول لك هاي المباراة يعني اذا خسرتوها خلاص ينتهي الموسم، توك خاسر الكاس ويبتعدون عنك الدوري. صح خلاص باي 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 انتهى الموسم. لعب الفريق الشوط الاول ما يدل ان ذي المباراه وايد مهمه. سيئين سيئين سيئين، في بعض النقاط فيها ضعف على طول، واقف مو واثق الفريق واضح. اي اي شفتك ملاحظك من التشكيله شفتها في البدايه. شو اللي مبعجبك فيها؟ مهاجم نبي حسين، ظهير نبي حسين او سفيان او الظهير، خلاص وايد زين ليش ما لعب؟ في تساؤلات باللي شفته ممكن يرجع الفريق؟
اذا صار تبديل. انا اقول لك اليوم اذا ما تفوز بعال مو بتعادل، حتى تعادل ترى ما يخدمك. اذا لعب 4-4-2 احتمال يرجع، اما على 4-5-1 ما في، خلاص تكون اخر مباراه في الموسم، بس انتهى الموسم. تشوفون لهم لاعبين غير. بقول لك شيخ الانديه الخليجيه شعار حلو، لكنه في الملعب تعال 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 تعال، يعني حضوركم حلو بعد ما خسرتوا الكاس، لكن يعني الفريق الشوط الاول ما يطمن. اقول لك الفريق ما يطمن، ان شاء الله نرجع الشوط الثاني، ان شاء الله نرجع الشوط الثاني. بس كله تبي ترجع انت، ليش ما تتقدم؟ ليش ما تحاول التقدم؟ بعد اخطاء من الفريق كلفتنا هدف، وان شاء الله الذيب راجع ان شاء الله. ما اعرف تسجل، صعب تسجل. لا بنسجل ان شاء الله. لاحظك اخر كم مباراه صعب تجيب اقوى. لا بنسجل ان شاء الله وبتشوف ان شاء الله، تعال عقب المباراه واذكرك ان شاء الله الذيب. يعني تغلب الرفوعه تقلبها عليه؟ نقلبها عليه من الرفوعه. يا متصدر من؟ متصدر. متصدر والنعم فيه. بس الذيب ذي ويلعب ضد الذيب ما يلعب ضد. حتى لو خسر الرفوعه بعد متصدر. خله متصدر. الدوري باقي على كم جوله. بس اذا غلبك اليوم انت فهم الله. غلبني بعد مبارك له وخلاص راح علينا الدوري. لا الخالديه للحين ينافس. الخالديه يستاهلون بعد. انت بتكون بعيد اذا خسر. احنا بس راح الدوري. دوري وكاس. اي والله. كل سنه يعني السنه وكل سنه كلها هار لك هار لك. كلها هار لنا، شو نسوي يا اخوي؟ اقول لك هاي المباراه مباراه الموسم. تخسرها بنسبعون انت برا كل شيء. هي رايحه بهالمستوى هذا، رايحه للغربي. هو خاسر الكاس واليوم بعد تخسر من الرفوع يبتعد عنك، والخالديه يبتعد عنك، بس هذا هي. لا ان شاء الله يرجعون شوط ثاني. ان شاء الله يرجعون. وقفتك هني دليل ان انت متوتر، مو واثق في الفريق صراحه. من الدقيقه 20 وقفت. شفت ان الفريق ما يهني. مو هذا محرق اللي نعرفه احنا. محرق زمان راح. راح. راح راح راح. اول ربع ساعه محرق يسجل اهداف، الحين محرق الاخر دقيقه ما تامن اليه بجول. هي الدليل المستوى ضعيف، تكتيك المدرب ضعيف. حسين عبد الكريم لاعب زين، ليش قاعد برا؟ لمتى بعد؟ اذا انت ما تنافس على الدوري الكاس وراح من عندك. عندك المباراه الجايه الاهلي، تغلب اليوم او تتعادل احنا اقل شيء، وان شاء الله الشوط الثاني يتغير المستوى. محرق خسروا الكاس واليوم بعد بيخسروا المباراة، شكله وحتى الدوري بيروح عليهم. لكن يعني الجمهور يعني زين، والمباراة يعني زينة واضحة. شكراً. خسران وين زينة؟ لكن يعني بعد عادي بيسجلون يمكن. يمكن ها يعني مو متأكد. لا. مو متأكد. مو متأكد ها؟ لا. شو رأيك في لعب محرق اليوم؟ زين يعني. زين التصدي والمحاولة نعم استمرت، والعرقلة شاهد هنا سفيان وحسين والتصدي الفردان وفيليبي مر، والعرقلة من محمد عنز والصافرة على وجود ركلة جزاء الآن للصالح المحرك. نعم فيليبي هنا تقدم وهنا عرقلة عنز وحكى المباراة كان غريب واطلق بلنتي في وقته في وقته حمدي. ان شاء الله نقلبها ان شاء الله 2-1 ان شاء الله. انا اول سجل بلنتي ان شاء الله يسجل. انت مو بزيف البلنتيات، ما ابي اذكرك في الكاس ان شاء الله بسجلها. ما ابي اذكرك في الكاس شنو ان شاء الله الحيوم ان شاء الله الحيوم يسجلها ان شاء الله. اكو كنا المحترف اللي بيشوف ان شاء الله. قول حمد ان شاء الله. قول ان شاء الله. قول محرك يلا خلينا نشوفه يا بعض ان شاء الله اخوي ان شاء الله. والله ان شاء الله. قول ارجع واذاكرك انتم مو مزينين في البلنتيات ان شاء الله ان شاء الله. لطف الله لطف الله. شوف بدا اللاعبين شو صار من اول ما دشوا. زين ارجع واذاكرك انتم مو مزين في البلنتيات ترى ان شاء الله بنسجل. نذكر الكاس شنو صار. اتذكر بس ان شاء الله بنسجل. نذكر لطف الله سوى ان شاء الله بنسجل ان شاء الله. ما حد صاد لطف الله. ما علي اخوي هذيك مباراه ونسيناها. نسيتها اي اليوم ان شاء الله. حتى كريم العام بعد طلعك من الكاس. انا عني انا حمد هذه المباراه هم الكاس. كريم فردون العام طلعك من الكاس. ما علي عندي ذي المباراه انا هم الكاس صراحه. اغلب بس ذي الفريق ذي اللي ما ينطاره بس.
هذه قلبك قلبك لا ما يقدر الدور الاولي قلبك على الدور الاولي قلبك الدور الاولي ما عليه الدور الاولي بس الحين احنا في المباراه دي ان شاء الله ان شاء الله جول ان شاء الله جول يا رب جول صنع الفرق وللحوطي والكرة العرضية الفردان وحاول ما زالت كرة أو فيها الصافرة فيها الصافرة فيها الصافرة فيها الصافرة موجودة شاهدون الكرة الأخيرة ترى التعادل بعد يعني مو بوايد زين ها أكيد تعادل في صالح محرق خصوصا رفاع لاعبي رفاع أذكياء يقدروا يقرون اللي هو عمق المحرق خصوصا في غياب الشوط الأول وليد وكراني والمالود فاستغلوا ذي النقطة مع التغييرات إن شاء الله هاي فيها ذي والله هي لازم أقول لك الفوز أنتم محتاجين أكثر من الرفاع أكيد 100% حتى لو يخسر بعد أموره زينة ترى 100% بس إيه بعد متصدر بس إحنا محتاجين لذي الفوز خصوصا بعد خسارة الأهلي أمس يعني طرد على الرفاع أتمنى أتمنى طار طرد عطاه طرد عطاه طرد إيه عطاه أحمد بس ما في وايدة يمكن باقي الحين أربع دقائق أو ثلاث أربع دقائق زينة هي زينة يبي لك جول ما عليه أكيد إيه في جول لكن خصوصا في الرتم اللي يلعبون في محرك رتم وايد بطيء إيه. يعني التحولات مال الرفاع وايد افضل من تحولات مال المحرك فان شاء الله اتمنى يعني يدش جول ثاني ياخذون ثلاث نقاط يلا خلينا نشوفه ويا بعض يلا متفائل انه جول ذي هذه والله متفائل فيه انك مو متفائل لا متفائل بس متفائل ابو علي بيسجلها ان شاء الله بس عبد الكريم بس عاد اذا لعبها الشروقي يعني مثل ما نبيها اليوم كله مواقف ثابته بلنتي وعيننا ان شاء الله يقدرون يستعدون في اللعب العادي صعب اكيد صعب لان قلت لك الرتم بطيء ما مقررين يعني ان الرفاع رفاع ما قلت لك انا رفاع قر الشوط الاول قر اللي هو العمق الخلل العمق اللي عند المحرك فمن كذي ان احنا يلا ان شاء الله نتمنى من ذي الضاربه الثابته ان شاء الله يدش جول يلا خلينا نشوفه يا بعض ان شاء الله راحت اي والله بعد في كم من دقيقة يلا ان شاء الله بس ما اعتقد اي ما استغليت الفرصة هو يعني العتب على الشملون اي صراحة في ذي المباراة تأخر في يعني المفروض حسين المفروض يلعب من البداية يعني شوف فرق وايد حتى في مباراة الاهلي فرق وايد يعني عندك لاعب يعني كاريزمته حلوة في الملعب داخل البوكس ممتاز انت تحرمه في ذي الاوقات حرام الاخلاصي من احسن اللاعبين اللي يلعبون بروح ما نشوفه قاعد يلعب يعني مع احترامي حق الحوطي حسين حسين زين بس انت لازم تعطي حق الشباب اليوم في محرك فراس ما توفق مو بسيء بس ما توفق لكن لحين تو الناس تو الناس قدامك فريقين الحين لازم تلحقهم مو فريق واحد الفريقين بيتلاقون ويا بعض الله يعينهم انت مو قاعد تغلب لانك الاهلي ترى المباراه الجايه لا 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 تعرف الاهلي سوى فيك في الكاس بعد لا موضوع الكاس هذه ايه. غير اوكي زين موضوع الدوري غير الاهلي انا اقول لك فريق يستاهل يعني سنين ما اخذ ومن حقه ياخذ الاهلي وجمهور الاهلي بالعكس من 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 حلاوه الدوري البحريني لكن ان شاء الله ان شاء الله يعني محرك قادر ياخذ الدوري باذن الله ان شاء الله شكلك مستانس على التعادل ايه اكيد مستانس مستانس على التعادل هاي محرك ايه هاي الذيب هاي الذيب ها الذيب مو قاعد يفوز زين شلون
تعادلون. يا بالتعادل تكون. إيه مستانس على التعادل إيه. إن شاء الله المرة الجاية نفوز. الأهلي غلبك والرفاعة تعادل وياك ومتى بتغلب؟ إن شاء الله نغلب ونفوز إن شاء الله. إحنا الذيب ما نخسر. كل مباراة تحضر لهم أنت؟ إن شاء الله. نرجع. ما تغلب ولا الأهلي ولا الخالدية من تغلب من؟ جمال الأهلي. غلبك؟ إيه غلب لي بس إيه؟ الحين المحرك غلب. ما غلب لهم تعادل. يا زميلي. الثالث أنت الحين؟ عادي. عادي. والناس؟ إيه. انا محرقيه وافتخر اللي مو بعد بيكتب على قبره ما يتقهر.